ننادي حين تخترق الحنايا. أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تبرع عبيد فالح السواق من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي متمثلة باللجنة القارة الإفريقية وبالتعاون مع جمعية التوفيق الخيرية بالصومال ببناء مسجد في مدينة دوبلي جنوب الصومال. يتسع هذا المسجد لأكثر من 150 مصلي وتقام فيه صلاة الجمعة. قد رحب أهالي المنطقة في بناء هذا المسجد لأنهم كانوا في حاجة ماسة إليه، حيث أنه لم يكن في هذا الحي أي مسجد سابق، وتعتبر المساجد من أهم المناطق التي يجتمع فيها المسلمين لأداء شعائر الإسلام وتقوية الترابط الإخوي بينهم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل الصالح من عبيد فالح السواق، وأن يبارك له في ماله وأهله وولده إنه سميع مجيب، وأن يجعل هذا العمل رفعة له في الدنيا والآخرة. وكما نقدم أسماء آيات الشكر والعرفان لجمعية إحياء التراث الإسلامي متمثلة باللجنة القارة الإفريقية السباقة للخير دائماً.